وقعت الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب اتفاقية تعاون وتنسيق مع وزارة الإعلام لتغطية وبث أنشطة وأعمال وجلسات المجلسين بحضور سعادة السيدة كريمة العباسي أمين عام مجلس الشورى والدكتور عبد الرحمن بحر وكيل وزارة الإعلام والسيد يحيى الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي بمجلس النواب. وبهذه المناسبة أكدت أمين عام مجلس الشورى أهمية تنمية العمل والتنسيق المشترك بين المجلس ووزارة الإعلام لمستويات أكثر فعالية وتميز، بما يبرز دور السلطة التشريعية وإسهاماتها في العملية التنموية التي تشهدها المملكة، وذلك تنفيذا لتطلعات جلالة الملك المعظم واستجابة لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. من جانبه أكد وكيل وزارة الإعلام أن الوزارة حريصة على التعاون مع الأمانتين العامتين لإبراز ما تشهده مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين من تطور من خلال تقديم الدعم الإعلامي اللازم لتغطية أعمال المجلسين عبر مختلف المنصات الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام. من جانبه أكد الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان والدعم النيابي بمجلس النواب أن هذا التعاون يحقق مبدأ الشراكة المجتمعية ويعزز المسيرة الديمقراطية والبرلمانية ودعما للمشروع التنموي. شرفت اليوم بلقاء أخواني سعادة أمين عام مجلس الشورى وممثل أمين عام مجلس النواب لتوقيع اتفاقية التعاون للتغطية الإعلامية للمجلسين، وأحب بهذه المناسبة السعيدة بأن أنوه عن حرص وزارة الإعلام وبتوجيه دائم من سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام على التغطية الإعلامية لجلسات المجلسين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة لإبراز الصورة المشرفة والمشرقة للعملية الديمقراطية كما أرادها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. التنسيق المشترك والتدريب المشترك بالنسبة حق القائمين على العملية الإعلامية قائمة باستمرار للخروج بأفضل صورة للتغطية الإعلامية لجلسات المجلسين.